أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أحد المحسوبين على الدعوة يخرج في هذه الأيام في وسائل الإعلام ويقول إنه لا يقال الكافر عند دعوته، وإنما يقال له الغير والطرف الآخر وغير المسلم إن كان يطمع في إسلامه، وإن كان غير ذلك فإنه يقال له عندئذ كافر، فهل هذا القول صحيح؟ نعم، هو إذا بغيت تدعوه إلى الإسلام ما تقول له يا كافر، ما تقول له يا كافر، إذا قلت له يا كافر يأنف، لكن قل له أنت إنسان وعاقل تريد لنفسك الخير وتريد وهذا هو الإسلام، وتشرح له الإسلام، ترغبه تجيبه بالكلام الطيب. قال الله جل وعلا: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. عند الدعوة ما يقال أنت كافر، أما عند بيان الأحكام إن هذا مسلم وهذا كافر فيقال هذا، في فرق بين المسلم والكافر عند الأحكام. نعم.